السلام عليكم. في هذه الحصة سوف أقدم لكم مجموعة من التمارين استعدادا للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا 2023. alors سوف نبدأ بموضوع الكيمياء. donc le problème de chimie. سوف أقترح لكم في التمرين الأول دراسة الأعمدة الكهروكيميائية les piles électrochimiques. بعد ذلك سوف ندرس كذلك تمرينا يتعلق بالتحليل الكهربائي للإلكتروليز. إذا موضوع التمرين رقم واحد ليكزارسيس نيميرو 1 إتيود دو لابيل ألومنيوم زنك، دراسة عمود ألومنيوم زنك. بطبيعة الحال بالنسبة للإمتحان الوطني فالأعمدة الكهروكيميائية لبيل إلكتروشيميك مهمين ومهمين جيدا في يوم الإمتحان، في الإمتحان بطبيعة الحال نتاع البكالوريا. دونك هاد المواضيع هادو أكيد أنهم كيتحطوا في الإمتحان. D'accord. Donc, sauf à Nedrosso Mitterrand, l'étude de la pile aluminium zinc. Voilà la figure étudiée qui étudie la pile qu'on va établir dans cet exercice. Bien sûr, le modèle interdimensionnel qui gourde, mais non, on réalise la pile aluminium zinc en plongeant une plaque d'aluminium dans un bécher fixe, dans un bécher contenant une solution aqueuse mahloul ma'i, de chlorure d'aluminium, chlorure d'aluminium Al3+, Al3+, plus 3Cl-. D'accord? C'est un chlorure d'aluminium. De concentration molaire, c'est le mahloul là. هذا المحلول هذا اللي في الإناء، في البشير في الإناء، التركيز المولي الأيوني البدئي. ما معنى البدئي؟ يعني قبل بداية التفاعل أو قبل أن يتكون العمود. دونك البدئي. لا كونسونتراسيون مولير دو لا سوليسيون أكوز دو كلورور دالومنيوم، التركيز المولي البدئي لمحلول كلورور الألومنيوم هو تركيز بطبيعة الحال أيونات الألومنيوم. المميزة هي لا كونسونتراسيون سي سي ان كونسونتراسيون دو Al3+ اكوز اليتا انيسيال زيرو كتعني انيسيال البدئية يساوي الى 4.5 10 على بوسونس موان 2 مول لتر موان زان مفهوم. وفي الاناء الاخر اون بلاك دو زانك بطبيعة الحال عندنا صفيحة الالومنيوم وصفيحة الزانك اون بلاك دو زانك دون ان اوتر بيشير. دونك عندنا لو كومبارتيمون 1 لو كومبارتيمون 2 عندنا البيشير رقم 1 الكأس رقم 1 الكأس رقم 2 بشير 1 بشير 2 دونك كنقولوا عاوتاني لو كومبارتيمون 1 لو كومبارتيمون 2 دونك سي باغاي يعني بحال بحال. دونك في الإناء الثاني دونك دون ان اوتر بشير اون فا بلونجي اون بلونجون دون ان اوتر بشير كونتونون ان فوليم اكوا ايغال لو فوليم دي دو سوليسيون لو فوليم دي دو سوليسيون سي تري امبورتون. Le volume des deux solutions sont le volume V1 de la solution, le volume de la solution de chlorure d'aluminium, c'est 100 ml, d'accord, 100 ml. Et le volume de la solution de sulfate de zinc, donc dans un autre pêcheur, plongeant une plaque de zinc, normalement on s'en fait à zinc, hajmoua, ou le mahloul, le mahloul V2 est égal à aussi 100 ml. بمعنى هذا المحلول الحجم ديالو 100 ملل وهذا المحلول الحجم ديالو 100 ملل كذلك. وهذا المحلول اللي كاين هنايا فهو محلول مائي لكبريتات الزنك سلفات دو الزنك Zn دو بلس SO4 دو موان بيان سور اكو مميز داكوغ. اذا اعيد عندنا نريد تحضير عمود الومنيوم زنك بغمر صفيحة الالومنيوم في محلول مائي لكلورور الالومنيوم حجمه 100 ملل وتركيزه المولي البدئي 4.5 أس ناقص 2 مول لتر موان زنك. وفي إناء آخر أو في كأس آخر نغمر صفيحة الزنك في محلول مائي لكبريتات الزنك sulfate de zinc, chlorure d'aluminium, sulfate de zinc,
حجمه 100 ملل 100 ملل وتركيزه المولي البدئي سي لا كونسونطراسيون دي زيون زيد دو بلس. الو انتبهوا معايا مزيان، بالنسبه للمحلول كلورور الالومنيوم فالتركيز المولي البدئي نتاعو هو تركيز ايونات الالومنيوم، وبالنسبه لمحلول كبريتات الزنك فالتركيز المولي البدئي نتاعو هو تركيز ايونات الزنك. مفهوم؟ اذا بالنسبه لايونات الكلورور في الماء وايونات فهي كنسموها ايونات نشيطه، اذا اللي غيدخلوا في التفاعل كوم اون دوني دون ليكواسيون دو لا رياكسيون دو كوندوي ا لا فورماسيون دو لابيد سي اي 3 بلس زيد 2 بلس داكور. اي اون فا اكسبلواتي هاد ليكواسيون هادي، دونك اون فا الي دوسمون بور كومبروندر بيان هاد لابيل، هاد لابيل الومنيوم زنك. دونك قلنا في الاناء الاول عندنا كبريتات، عندنا كلورور الومنيوم التركيز المولي ديالو البدئي، يعني ما معنى البدئي يعني قبل بدايه التفاعل، يعني قبل ان يبدا العمود في الاشتغال، دونك قبل بداية التفاعل فهو 4.15 2 مولي الموزة. وكذلك التركيز البدئي لمحلول كبريتة الزنك اللي هو تركيز ايونات الزنك زيد بلس 4.5، بمعنى ان المحلولين المائيين لهما نفس الحجم ولهما نفس التركيز البدئي، التركيز المولي البدئي. مفهوم؟ اذا اشنو خصنا نديرو من بعد؟ دونك بيان سيور هادو قطبين ديال العمود، دونك هذا قطب وهذا قطب، ولكن باش اننا ندرسو مزيان العمود اون فا رولي لي دو بول دو لا بيل بار ان كونديكتور بار اون فا رولي لي دو بول بار ان بونسالا بيان سور. هاد لو بونسالا اون فا اكسبليكي لو رول دو لا بونسالا. دونك لو بونسالا قنطره ايونيه. هاد القنطره الايونيه بطبيعه الحال فهي صلة وصل بين الإناءين، بما أن الإناءين منفصلين، لي دو كومبارتيمون أو بيان لي دو بيشي أو بيان لي دو سوليسيون سون إيزولي أو بيان سون سيباري، دونك أون فالو غولي بار أن بونسالا، غادي نربطوهم بواحد القنطرة إيونية، لأن العمود خاصو يكون متصل، العمود فهي دارة كهربائية مغلقة، طبيعي الحال، أون فإكسبليكي سا أبخي، دونك أون أن بونسالا، أون فإكسبليكي بار لا سويت لو رول. Le rôle important du pont salin. Bien sûr, on va relier les deux bêches, les deux solutions par un pont salin. Quand à la ionia, on quand à la bilhia, d'accord. Et on va monter, nous rekibou, monter l'ohmien, le conducteur ohmique. Donc le conducteur ohmique, interrupteur K, qui est le conducteur, est l'interrupteur K. Vous savez que l'interrupteur K, ouah, dans le rôle de contrôle. Donc on va fermer le circuit, on va ouvrir le circuit, d'accord. Donc on a la pile, c'est un circuit électrique dans la caravane. Et bien sûr on a un ampèremètre, donc puisqu'on a l'apparition bien de horte et de caravane, il y a mon refit dans la caravane, il y a un seul ampèremètre. Ça va être le même chiffre que si on a un tailleur qui est grand, mais avec un tailleur, quand on utilise le micro ampèremètre ou l'ampèremètre, on va qui permet de mesurer un courant électrique très faible. D'accord, dans le circuit bien sûr, qui correspond au circuit. Donc, ce n'est pas le monde, mais c'est important que la maison, la maison, elle va avoir un tailleur carabé. Un tailleur carabé, on va chercher qui est le pôle positif et qui est le pôle négatif. Et bien sûr, le courant électrique qui va circuler dans le circuit, c'est un courant électrique qui est continu, مستمر. Et donc, cette chute de l'air, par exemple, en permettre, c'est une chute d'habitat. Donc, bien sûr, on va monter un conducteur ohmique et un ampèremètre et un interrupteur K. Alors, l'ampèremètre K va me donner une intensité de courant électrique considérée constante. Et la valeur du courant électrique qui traverse le circuit dans ce pile-là, c'est I égal à 10 milliampères. C'est une valeur qui est petite, si vous voulez. Bien sûr, le rôle du conducteur électrique. Le conducteur électrique, vous savez que le conducteur électrique a de la résistance. Donc, à chaque fois, le courant, la réaction augmente, le courant, ils peuvent... À un instant donné, va augmenter, donc le conducteur ohmique va diminuer avec l'intensité pour ne pas détruire de la pile. Donc, ça, c'est entre parenthèses. Donc, voilà, on a expliqué comment il se fonctionne de la pile. Maintenant,
on va expliquer qu'est-ce qui se passe entre les deux compartiments. Est-ce qu'on va dire qu'il y a deux compartiments? Alors, on va faire l'exercice. On va dire quelle est l'équation. Donc, on a donné que, bien sûr, on a la masse. La masse initiale ou bien la masse de la partie émergée, hein, juste là. Alors, on va donner la masse. Donc, on va donner l'exercice, dire la pile. Alors, la masse de la partie immergée de l'aluminium dans la solution de chlorure d'aluminium, dans à l'instant de la fermeture, يعني الانستون انيسيال يعني اين فوا غنغلق الدارك شحال كانت كتساوي الكتله ديال هاد الجزء المعمور ديال الالومنيوم اللي هي هاد الكوا اللي هي 1.35 غرام فوالا سي سا لاماس هاد لاماس هادي سي لاماس دو لا بارتي ايمرجي دو الالومنيوم الانستون دو لا فيرميتور دو لانتيريتور يعني كتله الجزء المعمور من الالومنيوم عند لحظة إغلاق قطع التيار تساوي ماذا؟ إم زائد تساوي 1.35 غرام. هذه غادي نحتاجوها من بعد في حساب المقادير المميزة لهذا العمود. إذا بعد ذلك عطونا لا كونستونت دو فاراداي، لا كونستونت ثابتة فاراداي، بيان سور أن إف إيكال أن 9.65 دي سالب بوسونس 4 كولون مول موازان، وعطونا لا ماس مولار أتوميك ديال الألومنيوم هي 27 غرام مول موازان، هادشي اللي كاين. ولكن هنايا غادي يعطونا لا كونستون ديكيليبر هنا عندنا واحد ليكيليبر هنا هاد لو بون سالان شنو هو الدور ديال لو بون سالان لو بون سالان هي انها كتفصل ليا لي رياكتيف دونك لي رياكتيف كاين هنايا ولا رياكتيف كاين هنايا داكور والدور ديالها انها كتسمح اي بيرمي لا ميغراسيون هجره الايونات وعلاش هاد الايونات غتهاجر غتهاجر من هاد لو كومبارتيمون لهاد الكومبارتيمون ولا من هاد الكومبارتيمون لهاد الكومبارتيمون afin d'obtenir la neutralité électrique de la pile. يعني ان هذه القنطره الايونيه الدور ديالها هو انها كتفصل ليا المتفاعلات بطبيعه الحال وكتسمح بهجره الايونات هي بطبيعه الحال كتكون من ك بلس سي ال موان باغ اكزومبل كلورور دو بوتاسيوم دونك هذه الايونات هذه ملي كيوقع واحد لو ديزيكيليبر عدم التوازن ديال الحياد الكهربائي كيولي مثلا الكاتيونات اكثر من الانيونات اشنو كدير هذا البوان كتحاول مثلا الا كان عندي نقص ديال الكاتيونات كتزيد الكاتيونات لهذاك المحلول اللي ناقصين فيه الكاتيونات ولا كانوا ناقصين الانيونات كتزيد الانيونات باش يوقع التوازن او الحياد الكهربائي هذا هو الدور ديال القنطره الايونيه انها كتمكننا من الحصول على الحياد الكهربائي لا نوتراليتي الكتريك دو لا دي دو سوليوشن داكور ماتونا لو بلوز امبورطون هو هذه المساله هذه عطونا لا كونستانت ديكيليبر بيان سور غيوقع واحد التفاعل كيميائي التفاعل الكيميائي يوقع هنا ولا يوقع هنا وغادي دونك هنا دونك هنايا شنو هما لي بوسيبيليتي اللي كاينين اما غتوقع اكس شنو هو لا بيل لا بيل سي اون رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون الوغ لا بيل الكتروشيميك سي اون رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون تفاعل اكسيد اختزال اذا في هاد لا بارتي هادي هاد لو كومبارتيمون يقدر يوقع اكسيد تقدر توقع الاختزال تقدر توقع لا رياكسيون دوكسيداسيون ولا رياكسيون دو ريدكسيون لا ميم شوز ايسي تقدر توقع لا رياكسيون دوكسيداسيون ولا رياكسيون دو ريدكسيون حنا غنعرفوا اشنو غيوقع بالضبط واش اكسيد ولا اختزال دونك ريغاردي بيان اون لا كونستانت بيان سور لا رياكسيون توتال هي لا رياكسيون اونتر الالومنيوم ا 3 بلس لي زيون الومنيوم اونتر زد ان فان دوني ا ال بلس زد ان دو بلس او بيان دونك كو سا سوا دون سو سونس لا ولا دون سو سونس لا اون فيريفي اون ابليكون بيان سور معيار التطور قانون التطور معيار او قانون معيار التطور التلقائي للمجموعة الكيميائية لو كريتير ديفولوسيون دو سيستيم شيميك لو كريتير ديفولوسيون دو سيستيم شيميك كيسكي دي اون لا كونستون ديكيليبر ثابتة التوازن المرتبطة بتفاعل الأكسدة والاختزال الحاصل في العمود هي هذه شحال كتساوي هذاك 10 أس ناقص 90 عند درجة الحرارة 25 دوغري سي الوغ لا بروميير كيستيون توجور أشاك فوا غادي نعطيك لابيل غادي نطرح لك واحد السؤال شنو هو هذا السؤال غادي نبغي نعرف هاد التفاعل الكيميائي واش غادي يحدث دون لو سونس ان ولا دون لو سونس دو واش هاد التفاعل الكيميائي ديال المحدث في العمود واش غادي يوقع في الملحه الواحد الملحه رقم واحد ولا الملحه رقم اثنين انا غادي نطبق واحد القانون كيتسمى قانون التطور معيار التطور التلقائي لو كريتير ديفولوشن سبونتاني ديفولوشن تطور هو ايفولوشن سبونتاني تلقائي يعني بشكل تلقائي
دو سيستيم شيميك. اون لو سيستيم شيميك دونك هذه كنسموها مجموعه كيميائيه. الو كيسكو اون فا فير لا بروميير كيسيون بعدا وهي شنو هي il va me donner quoi il va me donner de déterminer ou bien de calculer donc première question calculer le QR et le quotient de la réaction le quotient خارج التفاعل de la réaction calculer le quotient de la réaction Q R I quotient de la réaction à l'état initial الحالة البدئية يعني قبل البداية à l'état initial et on déduire on estendige et on déduire le sens منها le sens منها يعني منها واش هل منها واحد ولا منها اثنان واش الملحه واحد ولا الملحه اثنان le sens d'évolution تطور d'évolution spontané le sens d'évolution spontané du système chimique le sens d'évolution spontané du système chimique chimique d'accord s'il y a des questions essayez de poser des questions pour répondre inchallah à ces questions à vos questions d'accord alors qu'est-ce qu'on va faire alors la question il y a on va déterminer ou on va calculer le quotient de la réaction à l'état initial d'accord alors pour déterminer le quotient de la réaction donc voilà donc à quoi égale la QRI alors le QRI le quotient de la réaction par définition qu'elle n'est redoute غير les espèces à les espèces chimiques à l'état aqueux ما كناخذوش هاد les concentrations de les espèces في l'état solide non كناخذو غير les états aqueux donc on va donner bien sûr ces zn كناخذو ديما في le côté droite على le côté à gauche d'accord bien sûr كناخذو toujours كناخذو هاد la partie هادي كناخذو ça d'après le cours bien sûr Donc, on a nourrir les espèces à l'état aqueux. Bien sûr, les ions. Mais le AL est à l'état aqueux. D'accord. Donc, on a nourrir les ions à l'état aqueux. Zn de plus. À la puissance quoi? La concentration initiale, bien sûr. Initiale. La concentration initiale. Les espèces chimiques à l'état aqueux, à l'état initial. Donc, Zn de plus aqueux, bien sûr. Aqueux, mon meilleur. À l'état initial, la concentration de Zn de plus aqueux à l'état initial, à la puissance 3. Ici, on a 3 à la puissance où c'est l'état. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a dit, ça sera égal à 1. Sur la concentration de A étant plus à l'état aqueux à l'état initial, ou à la puissance 2. Parce que ici, on a 2. Regardez bien. On a ici 2 et on a ici 3. Donc, à l'idée de la concentration des Zn de plus à que à la puissance 3, voilà, à l'état initial. Elle dit qu'il y a tel conflit de matériel. Elle a la concentration de A et 3 plus à l'état à que à l'état initial à la puissance 2. Forme. Mais la concentration de sera égale à 1. Donc, on va le pas en tous les rencontres. Mais on va dire que nous avons fait un peu de temps. Zn de plus à l'état aqueux à la puissance 3 وكان عندي هنا 4 غادي على puissance 4 وكان عندي 2 غندير على puissance 2 وكان عندي 1 غندير اس 1 عندي هنايا 5 مثلا غندير ولا 6 غندير اس 6 مفهوم اذا عندي لا concentration de Zn de plus aqueux à l'état Zn de plus aqueux la concentration de Zn de plus aqueux à l'état initial bien sûr في الحاله البدئيه اس 3
على مقسم على تركيز ايونات الالومنيوم المميه ال 3 بلس ا كو على بويسونس 2 ا كوا ايغال ا سا سا سي ايغال ا 4.5 multiplié par 10 à la puissance moins 2 à la puissance 3, d'accord, divisé par 4,5, même valeur, 4,5, divisé, multiplié par 10 à la puissance moins 2 à la puissance 2. On a fait ça. On a dit 4,5 à la puissance, bien sûr, on a fait ça. On a dit qu'Alia, ça va me donner quoi? Ça va me donner 4,5 multiplié par 10 à la puissance moins 2. D'accord, sans unité. Le quotient de la réaction, c'est une constante d'équilibre. C'est une constante. Le quotient de la réaction à l'état initial, c'est une constante. Avec elle, sans unité. Donc on ne peut pas le mettre l'unité. Voilà la valeur de QR. On va garder Q, le quotient de la réaction à l'état initial, égal à 4,5 multiplié par 10 à la puissance moins 2. Voilà. S'il y a des questions, essayez de poser des questions, c'est très facile. Ou bien si vous avez mis des règles ou des pilotes, vous avez mis des règles. 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 Donc voilà. À chaque fois que vous avez la pile, il va me demander de calculer le quotient de la réaction à l'état initial. C'est ce que je fais dans le cas de l'état. On a trouvé d'après les données de l'exercice, on a trouvé que la valeur de QRI est égale à 4,5 multiplié par 10 à la puissance moins 2. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va comparer, sauf un qarin, هذا القيمة المحصلة عليها مع قيمة ثابتة التفاعل، ثابتة التوازن اللي عطاونا في حالة عند درجة حرارة 25 دولار. Qu'est-ce qu'on a? On a la valeur qu'on a trouvée, bien sûr la valeur qu'on a trouvée, bien sûr. Regardez bien, on a Q, R, I, K. Est-ce que c'est plus grand ou plus petit? C'est plus grand. Voilà, on a ça. On a, bien sûr, on a, d'après le résultat qu'on a trouvé, حسب النتيجة المحصلة عليها, وجدنا أن Q, R, I, كبار من K, لأن هذه شحال كتساوي؟ كتساوي 4.5 في 10 ناقص 2. بلا واحد وهذه 10 اس ناقص 90 10 اس ناقص 90. اذا اشنو كيقول معيار التطور التلقائي؟ لو كريتير ديفوليسيون سبونداني لو سيستم شيميك، معيار التطور التلقائي للمجموعه الكيميائيه كيقول لك اذا كان عندك كيو ار اي كبر من كا فان المجموعه تتطور في المنحى العكسي المعاكس. واذا كانت كيو ار اي اون دو بوسيبيليتي، اذا كانت كيو ار اي صغار من كا صغار من هاد لا كونسونت راه التفاعل غيمشي في المنحى واحد، ولكن اذا كانت كيو ار اي كبار من كا المنحى تطور المجموعه غيمشي في المنحى المعاكس، يعني المنحى هذا كيتسمى المنحى المباشر او المنحى لو سونس ديغيكت، وهذا المنحى المعاكس. داكور، اذا حنا غنمشيو حسب النتيجه. دونك بويسكون كيو ار اي كبار من كا دونك لو سيستيم، دونك لو سيستيم المجموعه، دونك donc le système, donc le système chimique d'après le critère, bien sûr d'après le critère d'évolution spontanée du système chimique, le système chimique évolue dans le sens indirect. Le système chimique évolue dans le sens de, bien sûr, le sens inverse. D'accord? Donc, le sens inverse. هذه النتيجة هذه حسب التطور، حسب معيار التطور التلقائي. D'après le critère d'évolution spontanée du système chimique, puisqu'on a trouvé QR supérieur à K, donc le système chimique évolue dans le sens de. C'est le sens inverse. C'est le sens indirect, le sens inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Maintenant, on va expliquer. Ça veut dire dans le sens de quoi? Dans le sens de formation de A3+. C'est-à-dire,
C'est-à-dire, on va expliquer une fois encore, c'est-à-dire, dans le sens, Fimetha, dans le sens, c'est-à-dire dans le sens, pardon, c'est-à-dire dans le sens de formation, d'accord, de formation des ions à être plus, et de formation de Zn. Maintenant, ce système, cette mixture chimique, تتطور في ملحة تكون A إتر و بلس وتكون زد إن داكوغ. إذا ماشي دونك شنو لقينا؟ لقينا بأن المجموعة الكيميائية تتطور في ملحة، يعني في ملحة تكون A إتر و بلس وتكون زد إن، بمعنى A إتر و بلس غادي تكون أثناء التفاعل اللي كيحصل في العمود، تفاعل كيميائي، تفاعل أكسيد الأكسيد بطبيعة الحال، وكذلك تتوضع توضع في ليز الزنك. توضع ماذا؟ توضع في ليز الزنك، يعني الكتله ديال الزنك واش غتزاد ولا غتنقص؟ كتله الزنك راه غتزاد، والكتله ديال الالومنيوم غتنقص، لان الالومنيوم غيتحول ا ايتر بلس. اذا الكتله اللي عطونا 1.35 راه غتنقص مع مرور الوقت، مع مرور الوقت اشتغال العمود او كور دون لا دوري دو فونكسيونمون دو لا بيل، لا ماس دو ا ديمينيو غتنقص، لان ال غيتحول ا اي 3 بلس. هادشي اللي لقينا بالنسبه للمعيار التطور ديال المجموعه، ال غيتحول ا اي 3 بلس بان كتله الالومنيوم غتنقص والكتله نتاع الزنك غتزاد، لان زد ان دو بلس غيكابتي. صافي دي كوا اون فا اكسبليكي في فيغ ميجور سا تو سا اون اكسبليكي سا. دونك اون كوا سي فو فولي سي اون برون بار اكزومبل اون لو دومي ايكواسيون اون كيس كون في لو ديبار لو بوان دو ديبار شنو كان عندنا؟ كان عندنا الالومنيوم و اي 3 بلس. ولكن شكون دابا نورمالمون اشنو هما لي كوبل؟ اتونسيون، اشنو هما لي كوبل اللي عندنا؟ لي كوبل هما هادو. عندنا الكوبل الاولى اي 3 بلس اك، اي 3 بلس اك ال سوليد اكسيد اختزال مزدوجة اكسيد، وعندنا زد ان دو بلس زد ان اك سوليد داكوغ. دونك حنا شنو لقينا؟ لقينا ان هاد السيستم هذا يتطور في منحى تكون ا اي 3 بلس، بمعنى ان ا اي 3 بلس غيكون في النواتج، ا اي 3 بلس غيكون في النواتج، و ا ال غيكون بطبيعة الحال كان عندنا في الاول. اذا ا اي 3 بلس شنو هو؟ سيت ان اوكسيدون، هذا هو ان اوكسيدون. دائما الاوكسيدون كيكون حدا لي زيليكترون، دونك الاوكسيدون كيكون حدا لي زيليكترون بيان سور 3 زيليكترون. واش مفهوم ولا غير مفهوم؟ دابا كنعرف ان مزوجة مؤكسد مختزل، هاد المؤكسد ديما كيكون حداه لي زيليكترون، دائما المؤكسد كيكون حداه لي زيليكترون، كيكون حداه لي زيليكترون ياك. اذا انا شنو غيتكون عندي؟ انا غيتكون عندي اي 3 بلس. اذا هادشي اللي غيتكون ليا في النواتج بطبيعة الحال غادي يكون عندي هاد التفاعل. اذا علاش من التفاعل هذا؟ واش مفهوم ولا غير مفهوم؟ دابا شنو لقينا بالنسبه لمعيار التطور التلقائي؟ لقينا بان التفاعل كيمشي في الملحه واحد، يعني كيكون عندي في الاول ا ال وكيتكون لي ا 3 بلس. ها هو عندي ا ال وغيتكون لي ا 3 بلس. وشنو كنعرف انا من قبل؟ كنعرف بان المزدوجه مؤكسد مختزل ا 3 بلس ديما كيكون حدا هذا راه مؤكسد، هذا سيت ان اوكسيدون، هذا سيت ان اوكسيدون، ضروري غيكون حدا لي زيليكترون، دائما المؤكسد كيكون حدا لي زيليكترون. انتبهوا مزيان هاد القاعده هادي، ما عندي انا دائما المؤكسد كيكون حدا لي زيليكترون سون زومبيغويتي، ما نخممش. دونك ا اي 3 بلس كيكون حدا لي زيليكترون، عندي مؤكسد مختزل ا اي 3 بلس كنحط حدا لي زيليكترون. انا شنو قلت؟ كان عندي ا ال وتحول ا اي 3 بلس، اذا غادي نحصل على التفاعل. فوالا اون اوبتوني هاد ليكواسيون هادي. هاد ليكواسيون سي كوا؟ هاد ليكواسيون سي اون ايكواسيون دو كوا؟ دوكسيداسيون. داكوغ، ça c'est au niveau mathématique. On a expliqué ça au fur et à mesure mathématiquement. Donc, qu'est-ce que l'oxydation? L'oxydation, il y a de l'électronate. Qu'est-ce que l'électronate? L'électronate qui est dans les noyaux. Je vais un peu.
او ميم طون نراجعوا هذا الشيء ديال الاكسده والاكسيزه. دابا الاكسده اشنو هي الاكسده؟ هي فقدان الالكترونات. اشنو معنى فقدان الالكترونات؟ ان الالكترونات كتكون في النواتج، ولا قلنا الاكسد ولا قلنا الاختزال هو اكتساب الالكترونات، بمعنى ان الالكترونات كتكون في المتفاعلات. اذا كانوا الالكترونات في النواتج راها فقدان الالكترونات، بمعنى ان هذه اوكسيداسيون. هذه شنو هي؟ سي اون ايكواسيون دوكسيداسيون، اكسده اوكسيداسيون، داكور داكور، سي اون اوكسيداسيون رياكسيون دوكسيداسيون، سي اون رياكسيون او بيان دومي ايكواسيون، دومي ايكواسيون دوكسيداسيون، رياكسيون دوكسيداسيون، داكور. كان عندنا ار غيتحول ار 3 بلس حدا لي زيلكترون بيان سور، دونك هذه سي اون ايكواسيون دوكسيداسيون. هذا بالنسبة للمعادلة. وحنا شنو قلنا؟ قلنا أن الألمنيوم كيتحول أي 3 بيس، كي غيدير الألمنيوم يتحول أي 3 بيس؟ خاصو يفقد إلكترونات. دابا أل إلا بغي يتحول أي 3 بيس خاصو يفقد إلكترونات، يعني غيدير أكسدة. ها مسألة أخرى عاوتاني، دابا حنايا مشينا إيطاب باي إيطاب، قلنا أل غيتحول أي 3 بيس واستعملنا الأكسدة والإكتساب، قلنا أي 3 بيس حدا الإلكترونات، إذا هذه هي المعادلة اللي نحصلو عليها. دو نوتخ مانيير حنا شنو قلنا؟ قلنا ا ال غيتحول ا اي 3 بليس، هادشي اللي عطانا لو كريتير ديفوليسيون سبونطاني دو سيستم شيميك. كيفاش غيدير ا ال يتحول ا اي 3 بليس؟ كيفاش ا ال الالومنيوم غادي يتحول ا اي 3 بليس؟ الا بغى ا ال يتحول ا ال خاصو يفقد الالكترونات، شحال الالكترون يفقد؟ يفقد 3 3 بليس 3 الكترون، داكور. اون اوبتوني غادي دومي ايكواسيون دوكسيداسيون. ميتونو اون اكسبليكي لوتر كومبارتيمون. هاد الكومبارتيمون هادي شنو غيوقع؟ دونك اون كاردون هاد ليكواسيون هادي غادي نجي هنايا غادي نشرح لكم هنا. دونك فلوتر كومبارتيمون اشنو قلنا؟ قلنا بان زد ان دو بليس غيتحول زد ان، سي باغي. كيفاش غيدير زد ان دو بليس اللي هو ايون؟ اشنو معنى زد ان دو بليس؟ زد ان دو بليس اشنو كيعني زد ان دو بليس؟ ان هاد هادي دارت الزنك فاقده جوج الالكترونات، زد ان فاقده جوج الالكترونات، يعني فقدات جوج الالكترونات. كيفاش غدير هاد زد ان دو بليس في هاد التفاعل هذا باش تحول زد ان؟ خاصها تكتسب جوج الالكترونات، بمعنى خصني ندير زد ان دو بليس غتكتسب جوج الالكترونات باش انها تحول لزد ان سوليد تو سامبلومون. وبيان سير نديرو ديك القليلة الأكثر، دونك فوالا بوغ نو با سو ترومبي اون با إكري تو سامبلومون سا. دونك جو ريبيت غنعطيكم الطريقة هادي، لأن هاد الأكسيد أوكسيزان بعض الخطرة كتلقى أكسدة اختزال هذا كدوخ شوية، ولكن أنا غنوريكم الطريقة. سيروا معايا بإيطاب بإيطاب. دابا أشنو لقينا؟ حسبنا هذاك الكيو آر إي ولقيناها أكبر من كا، شنو كنقول؟ كنطبق القاعدة، إلا لقيت كيو آر إي كبر من كا كنقول بأن المجموعة الكيميائية تتطور في المرحلة المعاكس، ولا لقيت كيو آر إي صغر من كا تبدا التوازن ديال التفاعل كنقول أنها تتطور في المرحلة المباشرة. حنا لقينا كيو آر إي كبر من كا تبدا التوازن، إذا أن المجموعة تتطور في المرحلة المعاكس. شنو هذيك المرحلة المعاكس؟ يعني أن أل هذا المرحلة المعاكس، هو المرحلة المعاكس، المرحلة المعاكس هو هذا، بمعنى أن أل غتحول أل 3 بلس. كيفاش غدير أل تتحول أل 3 بلس؟ خاصها تفقد 3 الإلكترونات. إذا بغات أل تحول أل 3 بلس خاصها تفقد 3 الإلكترونات، إذا عندي فقدان الإلكترونات، إذا أكسدة. إذا هذا الكومبارتيمون هذي غيوقع فيها دومي إيكواسيون دوكسيداسيون، داكور. في لوطر كومبارتيمون كان عندي زد ان دو بليس في لا سوليسيون، ياك، وعندي زد ان دو بليس غيتحول زد ان، صافي. كومون كيفاش غيدير زد ان دو بليس تحول زد ان؟ خاصو يكابتي دو زيليكترون بور كوندوي لا فورماسيون دو زد ان، دونك زد ان دو بليس خاصو ياخد جوج الكترونات باش تحول زد ان، دونك غتكون عندي هنايا غتكون عندي ريدكسيون اختزال. دونك كيفاش كنبدا نفرق بين الاكسيد واختزال؟ ريدكسيون، فوالا ريدكسيون. دونك تو سامبلومون l'oxydation c'est la perte des électrons, la réduction c'est le gain des électrons. إذا الأكسدة هي فقدان الإلكترونات، ما معنى فقدان الإلكترونات؟ أن الإلكترون كتكون في النواتج، تذكروا هذا جيدا، فقدان الإلكترونات بمعنى الإلكترونات كتكون في النواتج، اكتساب الإلكترونات بمعنى الإلكترونات كتكون في المتفاعلات، على حسابي أنا، اكتساب الإلكترونات، الإلكترونات كتكون في المتفاعلات، كنعرفوا بأن هنا كيكون المتفاعلات وهنا النواتج، إذا ملي كتكون عندي الإلكترونات في المتفاعلات فهذه عبارة عن اكتساب الكترون، صافي ديك كوا؟ صافي ديك غات زد ان دو بليس غاتكابتي دو زيليكترون باش تحول ليا زد ان، وهاد ال غيفقد لان هذا في ليطاب نورمال ليطاب صعبي، غادي يفقد ليا ثلاثة الكترون باش تحول لاي 3 بليس، داكور؟ دونك هذا فقدان الكترون اكسده، اكتساب الكترون اختزال،
فوالا اون اكسبليكي كيسكي سباس او فيغ ميجي طولت شويه ولكن راكم راني شرحت لكم مزيان هذه المساله هذه ديال كومون اكسبلواتي لا كونستانت كومون اكسبلواتي لامبورطونس دو كالكول دو لا كونسيون دو لا رياكسيون على تاع انيسيال دونك سي اون كالكولون لا كونسيون دو لا رياكسيون على تاع انيسيال d'accord on va comparer avec la constante d'équilibre la réaction et on va expliquer qu'est-ce qui se passe c'est très simple donc AL a dit le حجوج معنى ان AL غتحول A3 plus ça veut dire quoi AL تحول A3 يعني غير فقط ثلاثه الهزم الكترونات اوكسيداسيون ça veut dire quoi ZN تحول ZN يعني غيكتسب جوج الكترونات donc réduction d'accord maintenant on va passer à la deuxième donc on va passer à la deuxième question c'est donner le schéma c'est représenter le schéma conventionnel de la pile. Donc, bien sûr, l'oxydation, donc, dîme, récoulindi, néa, solide, ou récoulindi, néa, solide. L'oxydation, je ne vois pas l'électrode qui coule l'oxydation, c'est l'anode. Elle est. Alors, comment elle est? L'énergie, elle est là. دابا هنايا دابا نورمالمون غنغلق انا قطع التيار المهم بريمييرمون دونك بوغ نعطيكم لو بلو فاست دونك ملي كتكون عندي اكسيدا مباشره كنقول هذا هذا الالكترود هذا هذا الالكترود هذا راه هو الانود الانود داكوغ وبالنسبه لريدكسيون هذا الالكترود هذا هو الكا بيان سور هو الكاتود كا طود Bien sûr, d'autre part, le cathode qui convoit le pôle positif, ou l'anode qui convoit le pôle négatif, ou l'anode qui convoit le pôle positif, le côté le mouzeb ou le côté le sel. Iden, je ne sais pas si l'anode ou le côté le sel. وباش عرفت الكاثود هو القطب الموجب ارجع ليكواسيون اشنو قلنا هاد زد ان واش كيفقد ولا كيكتسب الالكترونات واش كيجيو عنده الالكترونات ولا كيمشيو منه بالدارجه بالدارجه هاد زد ان واش كيجيو عنده الالكترونات ولا كيمشيو منه نورمالمون راه كيجيو عنده الالكترونات نورمالمون هاد زد ان هذا نورمالمون هاد زد ان هذا راه كيفقد الالكترونات ولا نجيو هنايا نجيو هنايا نجيو هنا الالومنيوم واش كيفقد واش كيعطي الالكترونات ولا كياخذهم كيفقد الالكترونات اذا الالكترونات كيمشيو فهاد لو سونس هذا داكور هاد لو سونس هذا هذا اللي كياخذ الالكترونات زد ان ومن اللي غياخذ الالكترونات شكون اللي كياخذ زد ان دو بلس ماشي زد ان ماشي زد ان اللي كياخذها زد ان دو بلس دونك هاد الالكترونات فين غتمشي غتمشي لهنايا دونك هذا كيفقد الالكترونات كيمشيو باش ياخذهم زد ان دو بلس باش تحول زد ان اذا الا كان الملحه ديال الالكترونات كنعرفوا بان الملحه ديال الالكترونات هو هذا الملحه ديال الكره غيكون في هذا السونس داكور الملحه المعاكس داكور اذا فوالا مثلا اذا كان هذا كيفقد الالكترونات كنعرفوا بان الملحه ديال التيار كيمشي من القطب الموجب الى القطب السالب داكور الملحه ديال دونك قلنا الالومنيوم كيفقد الالكترونات يعني غيخرجوا من الالكترونات دونك التيار الكهربائي كيكون في الملحه الاخر دونك الالكترون غيدوزو هاطو غيمشيو للمحلول باش ان زد ان دو بليس ياخذوا الالكترون ويتحولوا لزد ان دونك هاد الالكترونات هادو غيمشيو للمحلول ديال زد ان دو بليس باش يكابتيو زد ان ويتحول زد ان اذا الالكترون غيمشيو في الملحه التيار كيمشي في الملحه اذا هذا غيكون قطب سالب وهذا قطب موجب لان التيار الكهربائي كيخرج من القطب الموجب لقطب السالب كنعرفوا بان التيار الكهربائي كيخرج من القطب يمر منحاه هو من القطب الموجب للقطب السالب اذا شكون هو الكاثود هو زد ان هو القطب الموجب والانود هو القطب السالب فوالا À partir de ça, on va représenter le schéma conventionnel. Activer le stéréo de l'amont. Donc deuxième question, représenter le schéma. Deuxième question, représenter. Met-il représenter le schéma conventionnel. De la pile. Point. En justifiant sa polarité. Justifiant
سا قطبيته بولا ريتي. بيان سور اون ا جوستيفي لا بولاريتي. اون ا دي كو الالومنيوم الالومنيوم كيفقد الالكترونات يعني كيخرجوا من الالكترونات باش يمشوا عند زد ان دو بليس، باش زد ان دو بليس ايونات زد ان دو بليس تكسب الالكترونات وتحول زد ان داكوغ. الوغ انا ملي غيخرجوا الالكترونات من هنايا هذا غيكون قطب سالب وهذا غيخرج منه التيار الكهربائي اذا قطب موجب. اذا الالومنيوم سي الالكترود الالومنيوم، الالكترود الالومنيوم هو القطب السالب هو الانود. دونك هذا راه الانود بيان سور، هذا انود انود، وهذا كاتود كاتود. دائما الكاتود هو الالكترود بوزيتيف والانود هو الالكترود نيجاتيف، بول بوزيتيف بول نيجاتيف. Représenter le schéma conventionnel de la pile. Alors le schéma conventionnel de la pile, il est représenté comme ça. Et surtout, donc on a dit le moins, on a dit le plus. Donc, je connais le moins, AL, il est en train de dire AL. Le pôle négatif, AL, il est en train de dire AL, AL solide, avec AL, 3 plus. شكون هو البوزيتيف؟ هو زد ان سوليد. هنايا غتكون عندي زد ان دو بليس بيان سور اك. فوالا هادي لو شيما بطبيعة الحال. هذا بول مونا موان وهذا بول بوزيتيف. فوالا لو شيما كونفونسيونيل دو لابيل. اون اكسبليكي كيلي لو بول نيجاتيف، اون جوستيفيي le pôle négatif ou le pôle négatif. On a dit que le pôle négatif ou l'anode, il reste anode. Il y a qui fait l'électron. Accéda. Il y a qui fait accéder à ce compartiment. Il y a qui fait l'électron. On a qui fait l'électron. Il y a qui fait l'électron. On a oxydation, on a réduction. Voilà. Donc, à partir de vos questions, on va expliquer au fur et à mesure. S'il y a des questions, essayez de poser des questions pour comprendre bien ces choses-là. Tabit Haf, le Hassan Kadima, Inch'Allah. سوف نتمم بقية الأسئلة وبعد ذلك سوف نتمم تمارين أخرى قصد مساعدتكم على اجتياز امتحان الوطني للبكالوريا بالتوفيق إن شاء الله. انتهت هذه الحصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.